حبايبنا شلونكم شو اخباركم؟ طبعا جيتكم بحلقه جديده من برلين، هذا المتحف مال الطيارات والسفن الموجوده ببرلين كلها. تدري انا حلمي اجي احصل هيك سفينه احطها بالبيت، بس شوفوا كويس هاي هنا بلاش، اذا تفتح لايف على الانستغرام. بس ما ادري يمكن اكو واي فاي. لك طبعا هذا متحف كلش معروف وضخم موجود ببرلين، بيه كل الطيارات والسفن حربية، شي يريد الواحد يلقى هنا موجود كل شيء. بس بعدين ننزل منها، اخذ هاي هنا بدي دقيش طلعها كلت. شوف هاي السفينات اللي معلقات، هاي سفينه نوح، هاي شراعات، شراع شراعات سفنيه. اكو سفينه نوح، هاي انواع المحركات. نعم عندك انواع محركات، هاي شوفي هاي المحركات مال السفن. طبعا احمد بدون شقه، هاي سفينه نوح، هاي سفينه نوح بدون شقه مكتوبه جوا. صدقني ما شقه، هسه نشوفها، لسه شوفها. اي هاي المعلمه مالتنا قالت لنا بوقتها، بس ما ادري تكذب صدوق. شوف السفن هاي، هاي يمكن سفينة نوح قالوا، بس يمكن كذب يعني مو حقيقة. طبعا هذا القسم مال السفن الشراعية والزوارق الشراعية. طبعا أنا بطريق الشراء إلى كاميرا حديثة، حاليا ما مشتري كاميرا حديثة بالموبايل، بس بعدين إن شاء الله أشتري كاميرا حديثة. طبعا ما يقول لك لا تلمس اي شيء. شنو السفن يعني جميله جدا جدا جدا، عفوا زوارق شراعيه. طبعا خذت بس هاي عادي تقدر تلمسها، هاي عادي، هاي ما تقدر تصعد كاتب لك جوا، ادري وحتى لما يقرا كاتب له ايدك يعني مبينه، بس عادي. تعال هاي الشحاطة ابوك نساها هنا احمد، هاي الشحاطة مال، شوفوا هاي، هاي الناس اللي كانوا يستخدموها قبل الشغلات كلها، طبعا شغلات جدا حديثة وجميلة. طبعا هاي السفينة الضخمة جدا، ما ادري شنو سالفتها. Thank you.
هاي سفينة جدا قديمة شبه غواصة سارة حديدية هاي مال الجيش قديمة يعني. هاي محرك مال السفينة تعال منا وين وين خلاص كبرى هي بالعادة واحد يصعد لفوق بس ما أدري والله عادة تسلسلية عادة سرية أنت شوف هذا لو طاع الولاد يا بو دمع الليالي تعال منا ايش بيك انت هاي السفن كلش غاليه هذا عظم مال باكر هسه شنو هذا؟ هاي مال طباعة، هاي مال سجاد. يسوون سجادات هنا والله. شوف لنا مخدة ناخذها من هنا بشرفك. هاي مال حياكة مال سجاد وزوالي. كلها مكاين مال ضغط هاي الماكينة مثلا تضغط هاي الشيس هذا الصندوق هاي مال ملابس هذا مكوى تليفون العفو تليفون جدا قديم راديوات قديمة جدا هذا راديو هذا أول راديو بالعالم أحمد تعرف السنة هذا كله راديو هذا راديو عثرت والله أنا صار الفيديو هذا هو القلوب بالعالم Thank you.
بعدني ما اجيب وياكم اصور لكم. وانت الهوى يا غالي يا بدر الغالي. يلا حبايب خليكم بالحلقة الجاية، الحلقة الثانية بعد شوية راح أبدي بها إن شاء الله، حلقة رقم 2.